فوجئ المزارعون في محافظة الجوف بأسراب جراد كبيرة تجتاح مزارعهم في مديريتي المتون والغيل ومدينة الحزم عاصمة المحافظة. محافظة الصمود والانتصار تستقبل أسراب كبيرة من الجراد. تفاجأ المزارع المحلية بمحافظة الجوف تدفق أسراب كبيرة من الجراد على مزارع المواطنين بمديريات المتون والغيل ومدينة الحزم مركز المحافظة. تدفق الجراد يأتي في وضع متردي يعيشه المزارع ورفع بمعاناة المزارعين المأساوية جراء العدوان الغاشم ومرتزقة الريال على الأرض، حيث يعاني المزارع من ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وانعدام مادة الديزل إلا بعد معاناة طويلة يعانيها المواطن. وتدفق الجراد أتلف ما تبقى من المحاصيل الزراعية التي هي المصدر الوحيد للمزارع المحلية من أربع: صلف العدوان وغارته الهستيرية وأزمة المشتقات النفطية واستفزازات مرتزقة الريال، وجعلوا أجزاء كبيرة من مزارعهم مسرح للدمار والحرب، وفي الأخير آفة الجراد. كل هذه المعاناة تفتقد أبسط الخدمات من الجهات الزراعية التي تسيطر عليها ميليشيات مرتزقة الريال، حيث لم يتم رش المحاصيل الزراعية لمكافحة الجراد وأضراره على المحاصيل الزراعية التي يتكبد خسائرها المزارع والمواطن بمحافظة الجوف. هكذا أصبحت المزارع خالية من المحاصيل الزراعية نتيجة لتوافد أسراب الجراد في ظل تخاذل الجهات الرسمية لرش المزارع ومحاصيلها الزراعية من أجل مكافحة آفة الجراد. فيا ترى إلى متى ستبقى مكتوفة الأيدي الجهات الرسمية وتعاون المزارع الذي يتكبد خسائر باهظة نتيجة لأسراب الجراد؟ بقناة اليمن اليوم عبد الوهاب المراهن من محافظة الجوف.